تحياتي لكم شباب، الله يعطيكم العافية. جمهورنا العزيز متابعي قناة سوق المواشي في سوريا، أكلمكم من سوق معرض مصرين اليوم الثلاثاء 17/8/2021. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد، وانشروا لنا رابط الفيديو على المجموعات عندكم، وأهم شيء الاشتراك يا شباب، دعمونا بالاشتراك. الله يجزيكم الخير ووفقكم، لسه محتاجين دعمكم. احنا نريد نخطي الخطوة الأولى، بدنا نوصل 50,000 مشترك، بدنا ننطلق يا شباب. لحد الآن ما انطلقنا، قناتنا إلى الآن ما انطلقت، ناطرين دعمكم. الله يجزيكم الخير ويعطيكم العافية. بإذن الثنائي 2 ما شاء الله يا شباب، من غنم نعيم خشنات، اللهم صل على محمد. الفتى النظري والله طيبات، اللهم صل على محمد. موجودات على ربج أخونا الدلال سامر، الأخونا راغب عارض للبيع، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أخوي راغب ايش قد طالب بين إذن؟ طالبين 3500. بين اثنين؟ اثنين. 3500 ما شاء الله، يعني انطونا 3000. ندفع بين 3000. 3000. شنو النحانيات عشار بين شيء؟ حانيات هاي اللجانية كاشفة، وهذيك لسه. اللهم صل. هاي شهرين ونص وهذيك شهرين. ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على محمد. بس الحركة راح تصير على الغنم، وبس تحرك سوق الغنم يتحرك السوق كله. حركة الخروف وحركة الفطيمة ما تحرك السوق، اللي حرك السوق الغنم. اي والله، والسوق من برا ده الجو يتحول على الغنم. واي احنا على السريع يا شباب بسوق الخروف، البضاعة قليلة والله، عند قبان ولد ابراهيم الحسن. السلام عليكم ابو ابراهيم. الله يسعدك ويبارك فيك، شلونك؟ شلون السوق اليوم؟ والله في السوق كيلو وشرة قليل. والاسعار؟ الاسعار ما وصل 25. اي طيب كيف؟ لاحظت انه السوق فاضي والله. الله يجزيك الخير ابو ابراهيم، الله يسعدك ويبارك فيك. ايش قد اشتريت اذا عمي ابو حيان؟ والله هاي اشتريتها 29 ونص يوم. وهسه ايش قام تبيع؟ والله دعمتها 27. 27 خساره. خساره خساره هي الخساره، لابد منها. اي خساره على كل واحد $30 عيد وجاي. الله المستعان. ايش قد وزن انت تقريبا؟ والله بوزن 85 ل 90. ما شاء الله تبارك الله، الله يجبرنا ان شاء الله ويتحرك السوق وتبيعنا باحسن ان شاء الله. ان شاء الله، الله يحفظك عمي ابو حيان. ان شاء الله ان شاء الله، ما يفرج غير الله سبحانه وتعالى. باذن جدايه يا شباب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. موجودات عند اخونا ابو عز. يعني الجميع هل حسنا بيشتغل الجو هذا؟ اي والله. هسه موسمه، ليش هسه موسمه ابو عزو؟ شنو السبب انه هسه موسم الجدي؟ شنو السبب انه الجدي هسه موسمه بهالفترة هاي يبيعه؟ ما يشتغل، الجدي بالشوب يعني ما يشتغل. ايوه يطلعني. نعم صح. صح. صح صح صح، ما ينباع وينشر. الجدي هالعز قام يشتغل، قام يتحول يتحرك سوق. نعم. هذا ايش قد عدد ابو عزو؟ 23 جدي. اللهم صل على محمد. اعمارهن؟ بالخمسة وفوق. ما شاء الله، اوزانهن تقريبا تقديرا. طبعا مو معلومات مو؟ لا لسات. ايه لسه ما وضعت. ما شاء الله تبارك الله. يا شباب اللي يسال عندنا الحلال هذا، هاي اسعار، واللي له بين مصلحه يتواصل مع اخونا الدلال ابو عزو، تراه يمون على صاحبهن. انه مو هو يمون عليه انه رجال سمح ان شاء الله بالبيع والمشتري. هذا السوق يا شباب اليوم بشكل عام، يعني كون البضاعه قليله فالحركه ايضا قليله. اليوم الثلاثاء يعني ان شاء الله بكره سوق الاربعاء يكون احسن من اليوم ان شاء الله. سوق معرض مصرين سوق كبير يا شباب، ما شاء الله من الاسواق الكبيره بالمنطقه، يعتبر ميزان بالمنطقه. اذا تحرك سوق معرض مصرين تحرك كل اسواق المنطقه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. لا تنسوا الاشتراك بالقناه يا شباب وتفعيل زر الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد. تابعونا وانشروا لنا رابط الفيديو ورابط القناه على المجموعات عندكم. والشباب اللي قام يشاهدون وما يشتركون، يعني ما اعرف شو اسوي بيهم، بسيطه لكم. ما نعرف شو اسوي بيكم. اشترك يا اخي، الاشتراك مجاني، اضغط على هالكلمه واشترك. بدي اليوم يا شباب بالتعليقات بدي اشوف مين يقول جبت لك مشترك جديد. والمشترك الجديد حياك الله منورنا، اثبت لي وجودك بالتعليقات، اكتب لي بالتعليقات مشترك جديد. اللي يشترك جديد يكتب لي بالتعليقات، بدنا نشوف اليوم كم مشترك يزود. واللي يضيف حدا يكتب لي بالتعليقات ضفت لك مشترك. الله يجزيكم الخير.
تفاعلوا معنا يعني، والله قام نبذل مجهود ونبذل يعني مصاريف، والله حتى نصور فيديو واحد يعني حقيقي، وما بدنا منكم غير الاشتراك، والاشتراك مجاني ما يكلف اي شيء يعني، بامكانك تشترك بسهوله. واذا بدك تدعمنا انشر لنا رابط الفيديو على المجموعات عندك، على الناس المهتمين بهالمحتوى، هذا الشيء يعني يشجعنا حتى نستمر حتى نتابع. بدنا نوسع نطاق قناتنا قدر المستطاع، بدنا نوصل 50,000 مشترك بفضل الله سبحانه وتعالى، راح نوصل 50,000 مشترك، وبدعمكم يا شباب، بدعمكم بإذن الله بدنا نوصل 50,000 مشترك. يعني 50,000 مشترك مبدئيا هذا حلمنا الصغير، هذا خطوتنا الأولى. الله يجزيكم الخير ويبارك بكم ويعطيكم ألف عافية. تحياتي لكم جميعاً.